الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ويؤكد أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للقمة العربية بشأن غزة ويدعو المجتمع الدولي لتبني خطوات تنفيذية لإقرار حل الدولتين. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن. طب إحنا أنا جبت النقطة دي ليه؟ لأن إحنا كنا بد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لبقية الموضوع. يعني أنا هحاول أقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا دكتور عمرو، أنا بكلم الناس المصريين. لما تيجي تشوفوا حجم الأرقام اللي احنا أنفقناها عشان اللي انتوا شايفينه النهاردة ده نفتتحه، أرقام كبيرة قوي، أرقام كبيرة قوي. بنتكلم مش مليارات الجنيهات، احنا بنتكلم في مليارات الدولارات، مش كده؟ صح. كتير مننا ما يحسش بالكلام ده، يقولك يعني صرفتوا ده كله عشان ايه؟ طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد ايه؟ بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات، وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيها. وخليني اقول لكم باختصار شديد للناس اللي هي البساط اللي بتسمعني، احنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا كنا هنا قالوا ان في استضافة للبيانات، ممكن نستضيف بيانات دلوقتي. لا، احنا دلوقتي كان قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة بره، مش كده يا دكتور عمرو؟ طيب احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجودة بره دي يعني ده نظام موجود في الدنيا يعني، بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجودة عندنا ونوفر التكلفة المالية اللي بتتحط. وقال الرئيس السيسي ان فكرة انشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر. ولفت الرئيس السيسي الى ضرورة الاستفادة من هذا الموقع على ضوء ان 90% من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر، بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم. احنا لنا موقع كويس قوي، والموقع الكويس ده ممكن يستفاد منه، لان احنا بالفعل بدانا من قبل مننا، احنا قبل مني يعني وقبل والسنين الطويله فاتت في موضوع الكابلات البحريه اللي موجوده قدام حضراتكم دي، واللي بتعدي 90% من، مش كده يا دكتور عمرو؟ 90% من اللي موجود في العالم تقريبا عندنا احنا. تمام يا فندم، كده 90%. طيب وبالتالي لما نيجي نتكلم على ان احنا يعني بنعتبر نقطة أو محور رئيسي لنقل البيانات ونقل الاتصالات بين الشرق والغرب، ده موقعنا اللي أتاحوا لنا، وأيضا اللي سبقونا عملوا إجراءات كتيرة جدا في هذا المجال. وأكد الرئيس السيسي أن مصر بحاجة لكوادر بشرية متقدمة في مراحل التعليم المختلفة. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة استغلال الثروة البشرية في تعزيز قطاعات الاتصالات والتعهيد ونقل البيانات. مصر لو عندها كوادر بشرية متقدمة، يعني هو بيتكلم هنا في التعهيد ده، يعني ده أقل قدرة استخدام كوادر بشرية في العمل ده يا جماعة. احنا ممكن قوي
أنا ما خرجتش عن المحاضرة بالمناسبة أو عن الكلام اللي بيتعمل، لكن عايز أنبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع أولادهم في المراكز عشان يعلمهم في ثانوي، وأنا معاكم اعملوا اللي أنتوا عايزينه، لكن لو أنتم ما وقفتوش مع أولادكم يا مصريين من ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان تعلموهم الكلام ده، فرص إن احنا نبقى غني هتبقى قليلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر انتهجت مسارا غير نمطي للوصول إلى نمو حقيقي في الدولة. وخلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير مفاهيم الأسرة بشأن مسارات التعليم التي يختارونها لأبنائهم. بس أنا بقول لكل أسرة مصرية عندها أولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي، إذا كنتوا عايزين تعملوا لأبنائكم ولبلدكم حاجة، خليكم في اللي انا بقول اللي احنا بنتكلم فيه ده. لازم بوصلتنا كمصريين، هو بيقول على المستوى الثالث اللي هو يعمل ب100,000 واكتر من 100,000 كمان، وانا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني ومن غير ما اجيب اسماء دول، في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا لا يتعدى الملايين على الصابع الايدين الاثنين يعني، وبتعمل في المستوى الثالث اللي دكتور عمرو بيقول عليه ده، بيشتغل في المجال ده 500,000. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 الحكومية بطريق العين السخنة، ويقدم المركز خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ويعد الأول في مصر وشمال أفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية. كما افتتح الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم الاستعانة بما يزيد عن 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات. من جانبه قدم مدير المركز التبادلي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد فيه أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمقر مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في طريق العين السخنة، واستمع الرئيس السيسي لشرح تفصيلي لمخطط مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وشاهد مجموعة من القاعات الخاصة داخل المركز لاختبار وتوثيق البيانات وأخرى خاصة للتدريب لتقديم كافة الخدمات الحكومية.
عقب ذلك استمع الرئيس السيسي لشرح تفصيلي حول الجهود التي بذلت للانتهاء من أعمال هذا المركز في نصف المدة المقررة. وفي ختام احتفالية افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت الصورة التذكارية عددا من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والعاملين بمركز البيانات والحوسبة السحابية P1. تهدف الدولة من خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية إلى دمج خدمات المركز الحديثة مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية. في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم، نشهد اليوم افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية P1، والذي يتم إدماجه بخدماته الحديثة مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة. احنا هنا نفذنا المنصة الرقمية لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الإمكانيات الضخمة لمركز الحوسبة السحابية، وده كان هدفه توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونلبي احتياجاتنا المصرية من النوع ده من التطبيقات، وده تم من خلال تعاون مشترك ما بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية. فريق العمل عبارة عن مجموعة من الكوادر البشرية تم تأهيلهم خلال 6 سنوات في مختلف أنواع التكنولوجيا وعلى العمليات المختلفة للتطوير، سواء كان إدارة أو تصميم أو اختبار أو تنفيذ. في دائرة صناعة وتخزين القرار كل التحاليل المعلوم البيانات الضخمة اللي موجودة هنا في الحوسبة السحابية اللي بتاخد بتعتبر من أضخم المشروعات مش في الشرق الأوسط بس على مستوى العالم، وهي الترند حاليا دلوقتي. أهم ما يميز هذا المركز عن باقي المراكز التقليدية هم حاجتين مهمين جدا، إن هو بيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الحاجة التانية والأهم إن هو بيعمل بالبيج داتا أو الأناليسيس بيج داتا، بيعمل تحليل البيانات الضخمة. يهدف المشروع إلى الخروج بنموذج أكثر نجاحا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجي
باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذ القرار أينما كانوا. المبنى هنا تم تصميمه أنه 3 أدوار علويين و2 أدوار تحت الأرض. الدور مثلا موجود زي الدور الأول ده، موجود فيه مركز التحكم والتشغيل للشبكة وبيتم فيه التحكم في جميع معدات المركز، ومركز لعمليات الأمن السبراني وبيتم من خلاله تأمين المركز من أي هجوم سبراني موجود. بعد ما بنينا البنية التحتية دي وعندنا إمكانيات الفائقة للمعالجات والقدرات الفائقة للتحليل البيانات، فأصبح دلوقتي البيئة التكنولوجية مناسبة لاستعادة البيانات دي جوه الدولة المصرية. من أجل دولة رقمية ودعم كامل لصانع ومتخذ القرار وصولا لرفاهية المواطنين وإرضائهم، كان هذا الصرح وذلك البنيان المشيد الذي اجتمعت فيه علوم الرقمنة العصرية بجهود مصرية خالصة. شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع والرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع. جاء ذلك خلال استقبال المستشار دكتور حنفي جبالي بمقر مجلس النواب رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، داعيا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري. ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشورى البحريني أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة، ودائما ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي انطلقت فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض. والتقى مدبولي على هامش حضوره الجلسة عددا من القادة ورؤساء الحكومات ومسؤولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي أكدت أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع القادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. We'll be right back.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الخارجية سبل الخروج من أزمة قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وعدم اكتفاء المجتمع الدولي بالإعراب عن التطلع نحو حل دولتين دون الحرص على تبني خطوات تنفيذية في هذا الإطار. هذا وشارك وزير الخارجية أيضا في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة. وبحث الاجتماع آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا وناقش الاجتماع أيضا العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022 حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%. وخلال مشاركتها في حلقة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أوضحت الوزيرة أن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجها نحو السوق والانفتاح على العالم مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملائمة لممارسة الأنشطة التجارية. وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح والوفد المرافق له. وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالعلاقات المتميزة بين مصر والبحرين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين والأمة العربية. ومن جانبها أشاد رئيس مجلس الشيوخ البحريني بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية، مؤكدا تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وإحباط هذا المخطط، مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة في هذا الشأن. كما استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان مسلم والوفد المرافق له. وأكد رئيس مجلس الشيوخ على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أهمية دور البرلمان في كلا البلدين لدعم وتطوير العلاقات في مختلف المجالات للوصول بها إلى آفاق أوسع، وهو ما يحقق مصلحة الشعبين في ظل حرص القيادتين السياسيتين في كل من مصر والبحرين على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء، خاصة في تلك الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحريني على دور مصر التاريخي في دعم قضايا أشقائها وأمتها العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والدخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و77 طلقة وهاتف للاتصال بالقمر الصناعية وعربة لاند كروزر، بالإضافة إلى القبض على فردين من العناصر الإجرامية. وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة
واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيلهم. يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار، والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن. وقعت إدارة البحوث الفنية وتطوير القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي في القضايا المتصلة بدور مراكز ومعاهد البحوث وتحقيق التكامل معها لخدمة مجالات التنمية القومية. وخلال مراسم التوقيع ألقى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة لواء دكتور محمد علي متولي كلمة أكد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير المجالات العلمية والبحثية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة. اختتمت فعاليات البطولة العسكرية للفروسية والتي أقيمت على مدار 4 أيام تحت رعاية رئيس الجمهورية بنادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالإمكانات التنظيمية واللوجستية التي تتمتع بها المرافق الرياضية بالعاصمة الإدارية. على بركة الله واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، واتمنى لكم جميعا التوفيق. شهدت العاصمة الإدارية الجديدة وعلى مدار 4 أيام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي استضافها نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وأكدت على قدرة ونجاح مصر الكبير في تنظيم البطولات الدولية نظرا لما تملكه من قلاع رياضية متطورة ذات معايير دولية. المنشآت الموجودة اللي شفناها اليوم وهي منشآت عالمية ممكن يقام عليها أكبر الرياضات أو أكبر المسابقات العالمية سواء كانت أولمبية أو دولية. وهذا الملعب نموذجي جدا على المستوى الدولي كشهادة مننا باتحاد الدولي كمختصين أو فنيين. شيء مشرف لكل عربي، لكل شخص عربي الحضر هنا بيشوف هذا المنشأة وهذا الفاسيليتي ما شاء الله تبارك الله. أنا صراحة فخور جدا جدا جدا. بإمكان هذا الصرح الكبير أن يقبل ويدير بطولات على مستوى دولي وعلى المستوى المحلي. البطولة شهدت منافسات قوية بين الدول العربية المشاركة طوال أيامها، حيث المنافسات مقامة ليلا ونهارا وسط أجواء تنظيمية هيأتها مصر للمشاركين لإظهار مهاراتهم في رياضة الفروسية، فالملاعب ذات مقاييس عالمية تسهم في إراحة الخيول وتساعد على إبراز قدراتها فضلاً عن تقديم الرعاية البيطرية لها. مكان مرتب جاهز ليس فقط لهذه الرياضة بل لجميع ألعاب الفروسية، نطمح للمزيد من البطولات في هذا المكان. التنظيم كان على أعلى مستوى كمكان، من الناحية الفنية، من ناحية الخيل، من ناحية التنظيم. المكان يعني مقارب للأماكن اللي نشوفها في أوروبا إذا مش أفضل. ما شاء الله نتوقع أنها فاتحة خير على دولة مصر. حاب ان انا اشكركم بالنيابه عن دوله قطر على حسن الاستضافه وكرم الضيافه. ان شاء الله بالسنوات القادمه او بسنه 2026 يقدر يستضيف او عنده القدره والكفاءه الكامله من ناحيه خيول، من ناحيه اسطبلات، من ناحيه تنظيم انه يستضيف بطوله كاس العالم 2026. اشاده كبيره من الفرسان المشاركين بحسن التنظيم والاستقبال والجهود المبذولة لتنظيم هذه البطولة بهذا الشكل المميز الذي يعبر عن الانطلاقة الحضارية لمصر وما تمثله العاصمة الإدارية كرمز على إرادة التحدي والرغبة في التنمية لبناء الجمهورية الجديدة. بطولة رائعة جدا، وأشكر جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على هذا التنظيم الرائع والجيد جدا،
والاستقبال الرائع لكافة الضيوف المشاركين. كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المبذول في الفروسية وكل الألعاب الرياضية. وأنا من العراق أشكر دولة مصر على استقبالهم للوفد العراقي بأحسن استقبال، وإن شاء الله النجاح الدائم لدولة مصر. على هامش البطولة العسكرية للفروسية أقيمت منافسات بطولة المرحلة السابعة G7 للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية في مصر، والبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بالسيف فرق وفردي. بشكر جدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل لنا مكان حلو قوي كده، وان شاء الله يتعمل فيه بطولات اكبر. الافتتاح كان رائع قوي، وكمان انهاء الارض حلوه والسدود معموله كويس قوي، وهو يعني تحس ان انت في مكان منظم ومكان نظيف، وحتى في اكل وشرب واسعاف، في كل حاجه ممكن تتخيلها. طبعا نشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل حاجه، وبنشكره على طبعا يعني ان هو قدم لنا مكان كبير زي ده ممكن نعمل فيه بطولات عالميه، وان شاء الله يعني بطولات تانية كتير. يعني البرنامج كله، المدرجات، الارض، حاجه مشرفه جدا وملفته للنظر ان احنا نقول تعالى يا فرسان العالم، عندنا مصر، عندنا في العاصمه الادريه قنبله للفروسيه، عالم للفروسيه، نجتمع ونتلم فيه في مصر، نتلم فيه تحت رعايه رئيس الجمهورية في العاصمة الإدارية. استضافت مصر البطولة العربية العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي رسالة تعبر عن الرؤية المصرية الطموحة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ومعها تؤكد على أهمية الرياضة التي تسمو بأخلاق الشعوب، بخاصة رياضة الفروسية ذات الجذور العربية والمصرية. وعقب ختام فعاليات البطولة غادر المشاركون فيها مصر وسط تقدير منهم لما لمسوه من حسن استقبال ودقة في التنظيم وملاعب ذات معايير عالمية. قالت وكالة رويترز عن قيادي بحركة حماس قوله إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة غدا الاثنين لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة والذي عرضه الوسطاء، وكذلك رد إسرائيل. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد مقترحا جديدا وتؤيده لمصر، وتم نقله لحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. من جانبها أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,454 شهيدا و77,575 مصابا منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي. امتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأجدتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي. كما انتقلت الاحتجاجات إلى عدد من دول العالم أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا. واجه عدد من أهالي قطاع غزة الشكر للطلاب المتظاهرين في الجامعات الأمريكية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. وثمن أهالي غزة تضمن الطلاب المتظاهرين معهم مطالبين بإيقاف العدوان الإسرائيلي.
والله احنا بنساند كل الطلبه او كل الجامعات اللي ساندتنا ووقفت امام قضيه عادله، قضيه الشعب الفلسطيني. طبعا رساله من اخوانكم النازحين هنا في جنوب قطاع غزه، خاصه في مدينه رفح، رساله لكل من ساندنا، كل الطلبه وخاصه جامعه كولومبيا وكل الداعمين ان شاء الله، ونتمنى منهم المزيد. كتبت هذه مكتوبه عشان وقف الحرب والمجازر اللي تعملها الاسرائيليين فيه الشعب الفلسطيني الغلبان، فبنطالب العالم كله يقف مع الشعب الغلبان ووقفوا عنا الحرب والمجازر، لانه قاعدين بضربوا كان ايش بقدر اوصفك، بضربوا كانهم بضربوا في حيوانات، احنا بشر الله خلقنا بشر. شكر للطلبه في الولايات المتحده الامريكيه خصوصا طلبه الجامعات اللي ساندوا القضيه الفلسطينيه، ساندوا انه يتم انهاء او وقف العدوان على قطاع غزه، فبالتالي احنا لازم نساند هؤلاء الطلبه لحتى ينتهي العدوان ولحتى ينتهي القمع والاضطهاد ضدهم. اكد المتحدث باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض جون كيربي ان اسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة، مضيفا أن واشنطن أخبرت تل أبيب بوضوح أنها تريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في غزة. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من الإمارات لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي بأن الطائرة تحمل على متنها 60 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية. وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم يبلغ 753 طائرة، منها 613 طائرة مساعدات و140 طائرة وقود. وللمزيد حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها من العريش الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. تحياتي زملائي في الاستوديو، تحياتي مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. وقع الأمر أن الجهود المصرية مكثفة ومتنوعة على مسارين رئيسيين في هذا التوقيت، مسار دبلوماسي بهدف إنجاز صفقة الرهائن والوصول إلى هدنة سريعة بين حركة حماس وإسرائيل، وهو ما يترقبه المجتمع الدولي من جانب والمنظمات الإقليمية والدولية والإغاثية التي تعمل في المجال الإنساني تحسبا لهدنة وبالتالي وقف إطلاق النار ومن ثم زيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل قطاع غزة. أما الجانب الآخر فهو دخول المساعدات الإنسانية. إذا تحدثنا اليوم عن معبر رفح وحتى هذه اللحظة نتحدث عن دخول ما يقرب من 178 شاحنة مساعدات متنوعة سواء من مصر أو من مختلف دول العالم عبر منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للغاز و2 للسولار، فضلا عن استقبال المعبر ل 39 جريحا ومصابا وأيضا 89 من مرافقيهم. وبالتالي هذه الجهود المصرية لا تقتصر على معبر رفح، بل هناك أيضا ميناء العريش البحري والذي يوجد به سفينة تركية وأخرى ليبية، يعني يتم تفريغ حملتهم بشكل يومي وتسليمهم للهلال الأحمر المصري إزالا بتسليمهم لقطاع غزة وأيضا مطار العريش، ومنه تنطلق العديد من عمليات الإنزال الجوي المستمرة سواء من جانب مصر أو من جانب مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لمنطقة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى قيام طبعا الهلال الأحمر المصري بتوزيع عدد من الوجبات الجافة المكونة من البروتين الحيواني على سكان قطاع غزة وتحديدا داخل المخيم الإغاثي الأول والثاني الذي أنشأته الحكومة المصرية بتوجيه للهلال الأحمر المصري. كل هذا يأتي بالتزامن مع تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والمعيشية لسكان قطاع غزة من جانب مصر أو أيضا
هنا في مدينة العريش للعالقين والجرحى والمصابين وتوفير لهم كل الخدمات الإنسانية والإغاثية. نعم زملائي في الاستوديو. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. زلنسكي يشكر أستراليا على الدعم العسكري ويدعو الغرب إلى تسليم بلاده أنظمة إضافية مضادة للطائرات. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية هاني سويلم في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه. وخلال اللقاء أكد سويلم حرص مصر على خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة مع العراق، ما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في النمو والازدهار، مشيرا لوجود خبرات مصرية متميزة في مجالات الري والحماية من أخطار السيول التي يمكن لمصر مشاركتها مع الأخوة في العراق، وهو ما لاقى ترحيبا من الرئيس العراقي. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك تحديات مشتركة تواجهها الدول العربية فيما يتعلق بالموارد المائية، مشيرا إلى أن 80% من المياه تصل الدول العربية من خارجها. وخلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه المنعقد في العراق، أضاف أبو الغيط أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي، مؤكدا أن الوضع المائي لا يزال يشهد ضغطا متزايدا مع تراجع حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات. ودعا أبو الغيط دول الجوار إلى تبني رؤية جديدة في التعامل مع قضايا المياه تقوم على المصلحة المشتركة. وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكر الأسترالي على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المخصصة لبلاده. وقال زيلينسكي أن الدعم العسكري سيعزز الدفاع الجوي لكييف. تعتزم أستراليا تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، تشمل مسيرات جوية بقيمة 32.5 مليون دولار ومجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي على قطاع الطاقة في بلاده بما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع في وقت سابق استهدف منشآت الغاز المهمة لإمدادات الاتحاد الأوروبي. وأكد زيلينسكي أهمية تلك المنشآت لضمان إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. هجوم روسي كثيف بالصواريخ تعرضت له البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، هجوم ألحق أضرارا بأربع محطات حرارية وتسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي حسبما أفاد وزير الطاقة الأوكراني. كييف تقول إن موسكو تصعد هجماتها الجوية والبرية مع اقتراب احتفالات 6 مايو في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفي وقت تنتظر فيه أوكرانيا وصول أسلحة أمريكية هي بأمس الحاجة إليها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد وقوع الهجوم الصاروخي داعيا في الوقت ذاته مرة أخرى الغربيين إلى تسليم بلاده أنظمة إضافية مضادة للطائرات في أسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى 7 أنظمة باتريوت. زيلينسكي أشار إلى أن الهجوم الروسي
الروسية على قطاع الطاقة في بلاده بما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع في وقت سابق، استهدف منشآت الغاز المهمة لإمدادات الاتحاد الأوروبي. زيلينسكي أضاف أن الهدف الرئيسي للهجوم كان قطاع الطاقة، وأشار إلى أن العديد من المنشآت في هذا القطاع تعرضت للاعتداء بما فيها مرافق الكهرباء والغاز على وجه الخصوص، وهي المنشآت التي أكد الرئيس الأوكراني ضرورتها لضمان الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي. من جهتها أعلنت الشركة الأوكرانية الخاصة المشغلة للكهرباء في بيان لها أن 4 من محطاتها الحرارية أصيبت بأضرار جسيمة في الضربات الروسية. كما أفادت الشركة العامة للكهرباء أنها فصلت خطها الكهربائي الرئيسي في غرب البلاد في إجراء احترازي، وطلبت من جميع مستخدميها الأوكرانيين خفض استهلاكهم للتيار. صلى البابا طغادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم قداس أحد الشعنين في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببيت الكرمة بكينغ ماريوت في محافظة الإسكندرية. من المقرر أن يصلي قداسة البابا صلوات البصح المقدسة وقداس خميس العهد في عدد من الكنائس والأديرة، بينما يصلي صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. شارك الدكتور القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في احتفال أحد السعف بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط. الاحتفالية جاءت وسط حضور كبير من أبناء المحافظة، حيث قدم رئيس الطائفة الإنجيلية عظة الاحتفال ودعا للصلاة من أجل مصر والمصريين وسلام العالم. تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام، حيث تبدأ الاحتفالات بأحد السعف وتتزين الكنائس بسعف النخيل والورود وأغصان الزيتون، وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس في أسيوط حاملين السعف والزينة للاحتفال بهذا اليوم، وأدوا الترانيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة. حد الشعنين ده بيكون رمز لينا كبير خالص احنا كمسيحيين، يعني حد الشعنين ده بيرمز للزعف الاخضر، ان الاخضر ده بيرمز للسلام والفرح والطمأنينة. كلنا في اسيوط مسلمين ومسيحيين هنا، كلنا بننضم مع بعض في احتفال واحد. يعني انت حضرتك لو جيت امبارح وصورتك كنت هتشوف المشهد بره، كان في ناس كتيره من اخواتنا المسلمين معاهم زعف، وهنا كمان الصبح كان من اخواتنا المسلمين برضو معاهم زعف. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود الايام دي الايام دي بخير على الامه كلها، على المسيحيين والمسلمين مع بعض، لان احنا هنا كلنا جوه البلد دي في المنطقه دي اخوات، ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، كل اخوات. الان جاء موعدنا مع الوقفه الاقتصاديه لنشره السادسه. نتحول الى ليلى عمر. شكرا إيمان، شكرا أدا، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. ذكر البنك المركزي المصري أن شبكة التمويل والاستدامة SBFN المصرفية المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي رفعت تصنيف مصر من التطبيق المبدئي إلى التطبيق المتقدم. وأوضح البنك أن هذا التصنيف يأتي ضمن تقييم الأداء الخاص بالشبكة التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول، وتوضح الإجراءات المتخذة بتلك الدول لتطوير التمويل المستدام وتنفيذه بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة. أكدت الحكومة أن غدا الاثنين يعد آخر فرصة للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات إلكترونيا وسداد قيمة الوديعة المقررة. ولفتت الحكومة إلى أنه لا نية لمد هذه الفرصة مرة أخرى، موضحة أن العبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة وليس بيوم وصولها. وأضافت الحكومة أن إجمالية قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1.3
8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار. أكدت الحكومة أن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي لموسم 2024 وصل إلى 750 ألف طن، حيث من المستهدف توريد 3.5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم. وأشارت الحكومة إلى أنه يوجد تنسيق كامل لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز التجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات مع تسريع وتيرة مشروعات أخرى. وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا بنسبة 4.4%، في حين انكمش الاقتصاد ككل بنسبة 8.1%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وأدى لاستكمال ما تبقى من النشرة وختامها إليكم. شكرا لك ليلى عمر. ومشاهدينا، في ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة الصحابية الحكومية، ويؤكد أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض. وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للقمة العربية بشأن غزة، ويدعو المجتمع الدولي لتبني خطوات تنفيذية لإقرار حل الدولتين. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.